السوبر للناس السوبر، السوبر للناس السوبر. اهلا بيك يا اسامه، واهلا بكل مشاهدي الاهلي خط احمر وقناه النادي الاهلي في ليله سوبر زي النادي الاهلي. اهلا بيك يا فارس، واهلا بمشاهدي قناه النادي الاهلي، النادي الاعظم في الكون، نادي سوبر. الحقيقه لما اتعملت بطوله السوبر كان لازم يكون اسمها النادي الاهلي، كان لازم يكون اسمها النادي الاهلي، لان النادي الاهلي هو النادي السوبر. مين قادر يمنح جمهوره السعاده زيك يا اهلي؟ دايما بقولها، مسكين اللي ما بيشجعش النادي الاهلي. لو على البطولات انت فعلا النادي السوبر. لو هتبص على الدوري، 42 بطوله دوري، اقرب منافس ليك 14 بطوله دوري. لو هتبص في افريقيا، ضعف اقرب منافس. السوبر اللي انتوا شايفينه ده السوبر ال 13 للنادي الاهلي، واقرب منافس عنده 4 سوبر. بالبطولات النادي الاهلي هو النادي السوبر، هو النادي اللي بيفرح جمهوره. بطولاتنا حقيقيه. ممكن البعض في يوم يسال النادي الاهلي بطل على مين؟ النادي الاهلي بطل على الجميع. النادي الاهلي بطل على الجميع ببطولات حقيقيه، بانجازات حقيقيه، بفرحه حقيقيه، لا هي في يفط ولا في اوهام. النادي الاهلي هو النادي السوبر. لو هتتكلم على الطموح والاستثمار، فالنادي الاهلي هو الاستثمار السوبر. النادي الاهلي هو اعظم استثمار في تاريخ الكره المصريه منذ انشائها، بالارقام، بالبطولات. لما بنتكلم عن الحدث، النادي الاهلي هو النادي السوبر في الحدث. لما جه البعض اعتذر او انسحب ايا كان المسمى عن المشاركه في السوبر، الناس قالت قيمه البطوله هتقل. شوفوا الحدث امبارح، شوفوا النادي الاهلي وهو بيصنع الحدث، شوفوا جمهور النادي الاهلي وهو مالي الملعب وبيكسوه باللون الاحمر، شوفوا جمهور النادي الاهلي وهو طول الوقت الحدث، لانه جمهور سوبر، زي النادي الاهلي النادي السوبر. امبارح بتشوف كل القنوات حتى المنافسين للفجر بيحللوا فوز النادي الاهلي، بيتكلموا في التحكيم، بيتكلموا في التعليق، بيتكلموا في المباراه، بيتكلموا في كل الاحداث، لان بطل الحدث هو النادي السوبر اللي مشاركته بتغطي على قرار النادي الاخر، لدرجه انه هو ما بيقدرش يتجاهل الحدث، لان مشاركتك هي الحدث. مين من الانديه اللي كان ممكن يعيشنا لحظه زي دي؟ مين من الانديه اللي كان ممكن يمنح الفخر لمشجعينه بالشكل ده؟ بعد مباراه سان داونز تحس ان الدنيا بتبعد، بتشوف امور صعبه، ولكن مين اللي قادر يعمل التحول ده؟ التحول السوبر. عارف ليه التحول السوبر؟ لان في افريقيا بعد مباراه سان داونز تكسب القطن برباعيه، تكسب الهلال برباعيه، بتصعد عن مجموعتك، بعد ما بتصعد عن مجموعتك بتقابل الرجاء، بتكسب الرجاء 2-0 على ملعبك، وخارج ملعبك بتحقق تعادل. محليا في الدوري ما بتسيبش فرصه، ما بتسامحش، 3 على غزل المحله، 3 على فاركو، وبتفوز على سموحه بهدفين. طب بطولتين متاحين للنادي الاهلي، انا صائد البطولات، انا النادي السوبر، انا النادي اللي ما بيفوتش فرصه، بتفوز على بيراميدز كاس وسوبر، وفي المرتين بتمنح اللقب. كل ده ليه؟ لان انت النادي السوبر، وانت مشجع النادي السوبر. مبروك يا اسامه لملايين من جمهور النادي الاهلي، وبقولها المره المليون، مسكين مسكين حقيقي اللي ما بيشجعش النادي الاهلي.